المجلس الدستوري يعلن عن النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. مع بداية دخول العام الجديد، أزيد من 1700 عائلة تدخل مساكنها الجديدة بولاية صعيدة، وأجواء الفرحة يتقاسمها أكثر من 800 مستفيد بقسنطينة. ضمن الحركية الاستثمارية، مصنع الإسمنت بلغواط يوفر طاقة الإنتاج بطموح نحو التصدير. وفي النشرة، القاعدة المركزية للوجيستيك لصناعة الخرسانة القلب النابض للمشاريع الكبرى في الجزائر. والجزائر في أحضان صحرائها فسحة في قلب الجنوب، والواحة الحمراء تودع مهرجان أهليل بانطلاق موسم السياحة الصحراوية. نتابع أيضا، العالم يستقبل السنة الميلادية الجديدة في عدد من العواصم باحتفالات أضاءت كبريات المدن. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، اجتمع اليوم المجلس الدستوري قصد مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم السبت الماضي في كافة ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وبناء على الدستور، لا سيما المادة 182 الفقرة الثانية منه، وبمقتضى المواد 128 و129 و131 من القانون العضوي 10/16 المتعلق بنظام الانتخابات، وبمقتضى المادة 48 الفقرة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ومحاضر تركيز النتائج والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية. أولا، يعلن المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كالتالي: عدد الولايات 47، الناخبون المسجلون 26,018، الناخبون المصوتون 25,492، الناخبون الممتنعون 526، ونسبة المشاركة 98.33%، وعدد الأوراق الملغاة 2,428. عدد الأصوات المعبر عنها 23,064، عدد المترشحين الفائزين مؤقتا 47. ثانيا، يضيف بيان المجلس الدستوري، وفيما يخص الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان، تلقى المجلس الدستوري محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين 3 مكاتب تصويت مخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية. وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الأجال القادمة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ثالثا، يضيف البيان، لقد أسفرت النتائج المؤقتة للانتخابات عن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم: بن مبارك سالم عن ولاية أدرار، طالبي علي عن ولاية أشلف، سهلي عبد القادر عن ولاية لغواط، شيبان بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي، مختار عبد المجيد عن ولاية باتنا، درقيني عبد النور عن ولاية بجاية، شنوفي سليم عن ولاية بسكرة، جريتلي العربي عن ولاية بشار، عاشور إلياس عن ولاية البليدة، بوترعة جواد عن ولاية البويرة، خافي أخمادو عن ولاية تامنرست، مومن الغالي عن ولاية تبسة، تزيري أحمد عن ولاية تيارت، منعوم رابح عن ولاية زيوزو،
ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر، بن حدة عمر عن ولاية الجلفة، سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل، تشريف عبد المالك عن ولاية سطيف، مداني عبد الرحمن عن ولاية سعيدة، مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة، بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بالعباس، حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة، معلم رشيد عن ولاية قالمة، خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة، أحمد أو بدة أحمد عن ولاية المدية، سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم، ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة، شنتوف مختارية عن ولاية معسكر، بالحصروف سليم عن ولاية ورقلة، بوبكر محمد عن ولاية وهران، نعيمي لزهاري عن ولاية البيض، معطلة عمر عن ولاية إليزي، مباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج، غربي فريد عن ولاية بومرداس، تمراوي حكيم عن ولاية الطرف، وأيضا محمد سالمي عن ولاية تندوف، جيان مصطفى عن ولاية تسمسيلت، طليبة محمد عن ولاية الواد، بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة، لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق هراس، المكرطار اسماعيل عن ولاية تيبازا، بن شاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلا، بوحويا سيد علي عن ولاية عين الدفلة، جرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية نعامة، سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت، غزيل الطاهر عن ولاية غردية، والسيد قدوس محمد عن ولاية غيليزات. وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 49 الفقرة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان وإلى غاية يوم الثلاثاء الفاتح جانفي 2019 على الساعة 8 مساء. ويذكر المجلس الدستوري بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا، انتهى بيان المجلس الدستوري. إذن وكما ورد في العناوين، ونحن على أهبة استقبال عام جديد تعم الفرحة بالمساكن الجديدة التي استفاد منها أزيد من 1700 عائلة بولاية سعيدة، حيث أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد تمار أشرف على توزيع هذه الوحدات السكنية من صيغة العمومي الإيجاري، كما عين عددا من المشاريع السكنية. تمار شدد بالمناسبة على استكمال أشغال التهيئة الخارجية لكافة الأحياء الجديدة. يقول مراد مسوار: استهل وزير السكن والعمران والمدينة زيارته بمتابعة عرض مفصل حول واقع قطاعه بولاية سعيدة التي استفادت خلال السنوات الأخيرة من 37,476 وحدة، كما استمع لتدخلات مختلف المدراء المحليين، مؤكدا على ضرورة تحقيق قفزة نوعية لتسريع وتيرة الإنجاز في كافة الأنماط السكنية خاصة الريفية منها. كما أكد عبد الوحيد تمار أن كل من دفعوا أقساطا في صيغة عدل سيتم إسكانهم. وهذا قرار فخامة رئيس الجمهورية اللي مدوا لوفي اللي دا لوفي وخلص لازم يكون عند الساكن تاعه. في قانون المالية 2019 اللي وقع عليه فخامة رئيس الجمهورية يوم الخميس، سجلنا كل العمليات اللي كانت متبقية في ولاية سعيدة، كاين باقي 303 الناس اللي دفعوا لوفي ما كاش برنامج، الآن جبنا برنامج. واستكمالا للحصة السكنية الموزعة هذه السنة بولاية سعيدة، تم اليوم تسليم مفاتيح 1740 وحدة. فرحة السكنة كاع ما كاش كاع كيفها،
العقوبه كاع اللي ما داوش، ونشكروا فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه. وكنا مغبونين وفرحتونا اليوم، الله يفرحكم بالدنيا والمنيا. انا ما فرحانين بزاف بزاف بزاف، ونتمنوا لها ان شاء الله تكمل على الطريق الصحيح ان شاء الله، واللي ما داش ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نتمنوا تاني يفرح كما فرحنا اليوم ان شاء الله. وتحسبا للسنة الجديدة، أعلن الوزير عن برنامج سكني لولاية السعيدة يفوق 1550 وحدة في مختلف السياق، وأكد غلاف مالي ب 180 مليار سنتيم لإتمام أشغال التهيئات الخارجية. وهي الحال أيضا بولاية قسنطينة، حيث تم توزيع 830 وحدة سكنية. أمينة بعطوش والمسيد. عشية اختتام السنة الجديدة، أبواب أمل تفتح من جديد بقسنطينة بسكنة لائقة، مستكملة بذلك تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدعم قطاع السكن، إذ تم اليوم توزيع 830 وحدة سكنية من مختلف السياق، وسط فرحة عاشها المستفيدون خلال استلام مفاتيحهم. العام الجديد دخل علينا إن شاء الله أعطونا السكن، استفدنا من البناء الريفي، ونشكر المسؤولين كلهم. وهذا كله فائدة للأستاذ من أجل أداء مهامه وقيام بمجهوداته في مجال البحث العلمي والتكوين العالي إن شاء الله. رغم المعاناة جو سوي تري كونتون والحمد لله. فالولاية جسدت وعودها في تسليم السكنات خلال هذا العام. هذا البرنامج الذي أقره فخامة الرئيس، والذي اليوم نحن نجني ثماره في كل مناسبة، والذي وصلنا منذ 1999 إلى غاية اليوم إلى تسليم ما يفوق 80,000 وحدة سكنية. كما سيشهد الثلاثي الأول من العام المقبل تسليم وحدات سكنية جديدة تكون حصة الأسد فيها للسكن الاجتماعي الإيجاري. استلام ما يفوق 3500 وحدة سكنية اجتماعية، 2100 وحدة لسكنة عدل، و 3500 وحدة سكن ترقوي مدعم. هي خطوات عملاقة تخطوها ولاية قسنطينة لاستكمال برامجها السكنية وتلبية جميع طلبات المواطنين. في قطاع الأشغال العمومية، تعد القاعدة المركزية للوجستيك لصناعة الخرسانة التابعة لمؤسسة تيكو سيداغ تعد القلب النابض للمشاريع الكبرى بالجزائر، والتي تدعم مشاريع كل من المترو وترامواي قسنطينة ومستغانم إلى جانب إنجاز السدود. يقول عبد المطلب كلاوي. بالقاعدة اللوجستيكية التابعة لمؤسسة كوسيدار يتواجد مصنع الخرسانة، عصب المشاريع الكبرى بالجزائر، حيث يدعم مشروع المترو والترامواي وخطوط السكة الحديدية والسدود وكذا الهياكل القاعدية بمختلف أشكالها. اللي متكلفة بأشغال المترو الجزائر من القاعدة هذه، هذه القاعدة تمول كل الورشات تاع كوسيدار، منها النفق والمشاريع الأخرى اللي موجودة في الجزائر بالخرسانة بالبيطون وخاصة بالتجهيزات اللازمة اللي لازمة لتشغيل المترو الجزائر. بهذا المخبر يتم قياس مدى قابلية مقاومة الخرسانة، حيث يشرف على هذا المخبر مهندسين ذوي كفاءات عالية. دورنا يكمن في ضمان جودة عالية للخرسانة من حيث المقاومة، مع وصول كل حمولة نقوم باختبارها لتقييم صلاحيتها. غايتنا هو الحصول على نوعية ممتازة. ما يعادل 2.6 كيلومتر من الخرسانة تقوم هذه القاعدة بإعدادها يوميا، وهو ما جعلها تنجز عديد المشاريع بوتيرة متسارعة لتحقيق التقدم وفي الأجال المحددة. في مجال الاستثمار، يعتبر مصنع الإسمنت ببلدية البيضة بولاية الغواط دعما للإنتاج الوطني بطاقة إنتاج تقدر بمليوني طن سنويا، ومن شأنه المساهمة في تحقيق الاكتفاء من مادة الإسمنت محليا ووطنيا. يقول سهيل بندانية. مصنع الإسمنت ببلدية البيضاء بولاية الأغواط استثمار جزائري خاص، دخل حيز الخدمة شهر أكتوبر المنصرم بطاقة إنتاج 2 مليون طن سنويا. Actuellement nous sommes en phase de montée en cadence. Donc nous espérons le four a montré qu'il peut produire aujourd'hui 6000 tonnes de clinker. Si on le transforme en ciment,
ça va nous donner aux environs de 8000 tonnes. والمناصب المشغلة هي أكثر من 1950 منصب عمل منها 450 منصب دائم. فيما يخص وضعية الاستثمار بولاية الأغواط يعني تم إيداع أكثر من 455 ملف على مستوى الولاية من خلال التحفيزات الموجهة للمستثمرين بالجنوب والهضاب العليا. يعمل المصنع بتقنيات حديثة وأنجز بمواصفات عالمية. تصل قدرة الإنتاج 8000 طن يوميا باستعمال مواد أولية محلية. القدرة الإنتاجية عندنا 2 مليون طن سنويا من الإسمنت. ننتج ثلاث أنواع من الإسمنت اللي هي العمران والأوتاد والأساس. عندنا كلها موجودة. أتاحت وحدة الإنتاج الفرصة لتشغيل الكفاءات المحلية ويتم تكوينها على مستوى المصنع بتأطير من خبراء أجانب. الدورة تاعي تكنيسيان سيبيريور في لابوراتوار. نراقب النوعية تاع السيمون في لابو. تقني إعلام عالي. شحال عندك؟ عندي 3 أشهر. وبعدها بدينا تعلمنا على ليزانجينيور. الاستثمار في مجال الإسمنت يعد ضرورة ملحة في الجنوب مع توسع مجالات استعماله، وسيسمح بتوفير المنتوج في ولاية الجنوب بكلفة أقل. يكتسي مشروع إنجاز قنوات التحويل المائي من دائرة بني والنيف إلى بلدية العباطلة والقناة سبيب الشار يكتسي أهمية كبيرة حيث تراهن عليه الدولة لتوفير الماء الشرب. روبورتاج في الموضوع لعبد الكريم أغراب بصوت نوال بن طوب. هذه هي الكمية الأولى من المياه المستخرجة من أحد الآبار العشرة التي يتم حفرها في حقل التجميع المائية بدائرة بني والنيف، والتي سيتم تحويلها نحو دوائر بشار العباضلة والقنادسة. الأشغال بها على وشك الانتهاء، أي ما يقارب 95% هذه الأبار، إضافة إلى 4 محطات ضخ، والأشغال بها متسارعة، زائد بئرين استكشافيين. ناهيك عن مشروع إنجاز خزانين مائيين كبيرين، أحدهما بسعة 20,000 متر مكعب وآخر ب 15,000 متر مكعب، تمون انطلاقا من الأبار العشر. كل هذا يهدف الوصول إلى تحويل 350 لتر في الثانية، أي ما يعادل 35,000 متر مكعب يوميا. العملية هذه تدخل ضمن برنامج استعجال واسع لتجنيد الموارد المائية الجوفية للولاية من أجل سد حاجيات الساكنة بهذه المادة الحيوية التي يكثر عليها الطلب وبخاصة في فصل الصيف. وقد أسندت أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم لعشر شركات وطنية كبرى في مدة تستغرق 6 أشهر، والأشغال حثيثة حيث بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز تفوق 50%. Le projet est composé de 11 lots. 11 entreprises sont chargées de la réalisation du projet qui se compose de 10 forages de 35 litres seconde, d'une conduite de 182 km en deux parties, une partie en acier et une partie en PRV. 5 entreprises sont chargées de la pose de la conduite. Une entreprise chargée de la réalisation de 2 réservoirs, un réservoir 15 000 mètres cubes tampon et un réservoir de 20 000 final au niveau de la ville de Béchar. Deux entreprises sont chargées chacune de la fourniture de 90 km de conduite en acier et en PRV. On compte livrer le projet durant le premier trimestre de l'année 2019. هذا القطب المائي سيسمح في حال استكماله من الحد نهائيا على معضلة توفير المياه الصالحة للشرب لساكنة الولاية. وتشجيعا للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، اعتمد سكان قرية أزمور أمريم بولاية زيوزو على الرسكلة كرهان استراتيجي للتنمية المستدامة من خلال رسكلة مخلفات معاصر الزيتون وتحويلها إلى أسمدة عضوية. الروبورتاج في الموضوع لتسعد يفصح بصوت لويزا دخال. في كل سنة تنتج ولاية زيوزو ما بين 10 إلى 13 مليون لتر من زيت الزيتون. هذه الكمية المعتبرة تخلف نفايات غالبا ما يتم التخلص منها بطريقة عشوائية، ما يؤثر سلبا على التربة والبيئة بشكل عام.
عندني اللي واقع عندني يعني لاند صح سا فو دير لونفيرونمون نطرو شويه لونفيرونمون البيئه سورا غير مي تروحونا غورنا تساوينت الى دون يوتيليتي اكسترا اوردينير اين كان يطروني وغادي ينفع. المشكله لم تعد تطرح اليوم بعد اكتشاف تقنية تحول النفايات الناتجة عن عصر زيت الزيتون إلى أسمدة عضوية يمكن استغلالها في المجال الزراعي. تساوي السويسيس نخدم ذين سهلا ماضي ماضي نطف الكريشاكي نسخلط الغفار المال الغفار البولي قرنص لا فيون دو فولاي نسخلطيثن نخدمد الكومبوستاكي أما أنا الرياسيون وعقار نتساوي نبوثيت سي لابوراتوار. إلي ريش أون بوتاسيوم إلي ريش ان فوسفور انسي كو لازوت. المشكلة لم تعد تطرح اليوم بعد اكتشاف تقنية تحول النفايات الناتجة عن عصر زيت الزيتون إلى أسمدة عضوية يمكن استغلالها في المجال الزراعي. أسكس دياجين إكس عن لافالور ثم قرات أخطر ساقي بوسان لسيوتي تشوران الدولة والزميرارة ألور يلق يمزداغ أموان تمورث القفايل إلا قد شمرنا في غال ننسن يوكن الزفن تساويل يضمناكي وفرسناكي نطقيارك فرزان. تجربة حبذا لو تعمم في مختلف مناطق الوطن كونها تخفف من فاتورة استيراد المواد العضوية وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة. في القطاع الفلاحي شهدت شعبة الدواجن انتعاشا بقرية العقيدة عباس بولاية تلمسان بعد دخول مركب تربية الدواجن والبيض دخوله حيز الانتاج، حيث تم استحداث قرابة 30 منصب الشغل. تقول سهام موسى رسوك: نتواجد هنا بآخر نقطة بين الحدود الجزائرية المغربية وبالتحديد قرية العقيدة عباس دائرة مغنية ولاية تلمسان، حيث استفاد شبابها من مناصب شغل بعد التحاقهم بهذا المركب لإنتاج البيض الذي يعد الأول على مستوى دائرة مغنية، حيث يشغل أزيد من 30 عاملا. ما قال شباب نتاع الحدود اللي كان عايش تقريبا بطالة، اللي كان يعني اللي كان يمشي للحدادة راه في الحدادة، واللي كان باقي بالطال باقي بالطال. الأخ يعني وصلنا الخبر باللي حتى هو راه عنده مونتاج لهنايا يعني تاع الفولاي هذا. دخل هذاك من لما عيطنا دخلنا عنده ومن هذاك الوقت احنا خدامين عنده. بفضل مجهودات الدولة وفي إطار تنمية المناطق الحدودية وتدعيمها للشباب، استطاع صلاح الدين أن ينشئ هذا المركب لإنتاج البيض بطاقة استيعاب 2000 علبة يوميا. رحنا للبنك التنمية الريفية الفلاحية لابادر مغنية، درنا مشروع تاع الكريدي رفيق، هما ساعدونا عطاونا كريدي رفيق على عام ونص، كريدي سون انتيري، شرينا به الدجاجه وشرينا مده شهرين تاع الماكله ستوك تاع الماكله، وخلصنا هذاك الدين هذاك وعاود رينوفلينا دوزيام فوا ان شاء الله، ورانا خلصنا وقت تقريبا 50% نهار 6 في العام 2019 ان شاء الله نعاود نريفورميو هاد لابولات وندخلو اون بولات جديده. بفضل كذلك الاجراءات الامنيه اللي وضعتها السلطات العموميه لحمايه الاقتصاد الوطني بمحاربه التهريب خاصه، كان لابد لزاما علينا كسلطات محليه اننا نوضع كذلك خطه لتنميه وتوفير الاقتصادي يعني مناصب شغل خلق الثروه، وهذا لن يتأتى إلى المرور عبر بعض القطاعات خاصة القطاع الفلاحي. مشاريع كهاته ستعيد الاعتبار لقرية العقيد عباس الحدودية التي تعاني من البطالة من جهة، كما أن المشروع هذا سيحقق الاكتفاء الذاتي من منتوج البيض بالنسبة لمنطقة مغنية والولاية المجاورة. أحيت الأسرة الثورية بولاية ميلا الذكرى 38 لوفاة المجاهد عبد الحفيظ بوصوف، حيث أقيمت بالمناسبة معارض وندوات تاريخية حول مسيرة الفقيد ونضاله نشطها رفاقه في الكفاح. المتابعة لزينب برنوسي. ارتبط اسم المجاهد عبد الحفيظ بوصوف المدعوس مبروك بعبقريته في الكفاح والنضال والتخطيط، حيث لقب بأسطورة الاستخبارات الجزائرية،
وفي الذكرى 38 لوفاته وقفة للترحم أمام النصب التذكاري بالإضافة إلى شهادات حية لاستحضار مناقب ومآثر الرجل. الرجل هذا العظيم اللي هو عنده خبرة كبيرة وفيزيونير اللي كان يخمم الجزائر في الاستقلال، كان هو بعد في الأول هذيك في 56 مع هذوك الشباب اللي كنا نوايا شباب، كان ديجا عنده فكرة باللي الجزائر تستقل وخاصها الإطارات توعها، وهو اللي كان يكونهم باش يكونوا إطارات الغد. المناسبة كانت فرصة أيضا لتكريم فخامة رئيس الجمهورية عرفانا لدوره في دعم الأسرة الثورية. هي سويعات إذن تفصلنا عن دخول السنة الميلادية الجديدة، الكل يستعد لاستقبالها وكل حسب طريقته، ولمة العائلة هي الموعد في مناسبات كهذه تقول ويزا العوفي. سنة تنقضي وأخرى تفصلنا عنها ساعات، ساعات يعيشها الجزائريون كل على طريقته. نريحوا فاميليا كاع نقصروا حتى يدخل العام الجديد، ناكلوا كاع حجره سكر، وكما نقولوا ندعيوا ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ولا هنا علينا ولا كاع الجزائريين ان شاء الله. في الدار العشيه ندير عشاء شباب ليا ولوليداتي وراجلي، ومن بعد في الليل نديروا سهره غير صغيره بيناتنا، نطيبوا لاتاي مكسرات شويه حلوه. لو 12 ماير عندنا ما شاء الله اون فامي، نعرضوا عشاء فطور نديروا حاجه نديروا البغرين نديروا تشختوخه نديروا اون فامي، هذا هو العاده تاعنا الجزائريين. اون في روبا سبيسيال نوفيلون فوالا اون اتوندون ناير تاعنا بيان سور. تختلف العادات تتنوع، لكن الموعد هو لمة العائله في مثل هكذا مناسبات. نستناو العام الجديد نتلاقاو اون فامي ونقصروا ونضحكوا وماكله هكذا كش ما ناكلوا لنا حاجه كيما الطعام وذاك، وحنا سمعنا من الصيفه نديروا الريفيون تاعنا. انايا عندي زوج بنات يجيو وليدي جوزوا في الدار. وهي ايضا سنه تحمل امالا وتطلعات نحو الافضل. وبالمناسبة ذاتها وتسهيلا لحركة المسافرين، تم تجنيد 2000 شرطي بمطار هواريب ومدينة الدولي، بالإضافة إلى 1000 عون أمن آخرين موزعين عبر مختلف المعابر الحدودية. ملك زاجولي. هي سويعات تفصلنا عن العام الجديد 2019، حيث تزامنت العطلة الشتوية بحلول رأس السنة الميلادية، وبهدف ضمان أبعاد النظام العام في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية تسهيلات جمة للأمن الوطني بالمعابر الحدودية وتعزيزات أمنية مشددة. ما دخلنا اون ديريكت لأون فامي وحدهم، ثم ما تعبوش العائلة قالوا لهم تقدروا تروحوا، وانا كملت الإجراءات وعادي جدا. لو باساج على بوليس دي فرونتيير ايتي تري تري فلويد. J'ai trouvé ça vraiment très. C'était vraiment une belle avancée. بهذه المناسبات تم تسخير قوة تتمثل في 13,000 شرطي تنتشر عبر كافة المنافذ الحدودية البرية الجوية والبحرية، لكن نتخذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تسهيل وتسريع وتبسيط الإجراءات الشرطية على مستوى الحدود. حملة توعوية لفائدة السائقين لاحترام قواعد المرور وضمان سلامة الركاب، وانتشار واسع لعناصر الأمن الوطني عبر أرجاء الوطن وبالمناطق التي تعرف تدفقا كبير للسياح، وتكثيف لنشاط فرق الراجلين في الأماكن الحضرية. الطريق هذه تاع بشربيان والطريق الثاني تاع تاغيت حاجه مليحه، حاج علامه ما كاين سيركيلاسيون، طريق غودرون مليح كلشي امبيكاب، حاجه مليحه. كي يكون بزاف لي باراج في الطريق يعني كاينه لا سيكوريتي. تم تسخير ما يفوق 80,000 شرطي لتامين هذا الحدث، ومن بين اهم الاجراءات التي اتخذتها المديريه العامه للامن الوطني هي تامين كل التظاهرات الثقافيه والرياضيه وكذا حتى الفنيه بمناسبه السنه الجديده. مداهمة كثيرة بخطة استباقية لأوكار الجريمة. تسخير القوة الأمنية لتأمين الساحات العمومية، لتأمين المواطنين، لتأمين في ممتلكاتهم والعامة والخاصة. مجهودات جبارة لمختلف وحدات الأمن الوطني، حرصا منهم أن يكون مطلع العام الجديد أمنا وأمانا، فتحية للعيون الساهرة على أمن البلاد وراحة العباد.
هذا إذن، وتتابعون عقب النشرة أو تتابعون حصة خاصة حول حصاد سنة 2018 في مختلف القطاعات بعنوان 2018 مكاسب وإنجازات، الحصة من إعداد وتقديم الزميل وليد زروق، تتابعونها على الجزائرية الثالثة والقناة الأرضية، ترقبوها. هذا وأكدت اتصالات الجزائر في بيان لها التزامها بتوفير خدماتها أول أيام السنة الجديدة من خلال تجنيد الفرق التجارية والتقنية التي ستضمن الدوام عبر مختلف ولايات الوطن من الساعة 10 إلى الساعة 3 زوالا، ضمانا لاستمرارية الخدمة وإصلاح الأعطال وصيانة الشبكة خلال يوم الإجازة. احتضن أمس قصر والثقافة مفدي زكريا حفلا فنيا أحيته أوركسترا سيمفونية الشباب من تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تابعه لتلفزيون يوسف طفر. المايسترو سليم دادا تمكن من إيصال أحلام الشباب المبدع إلى بر الأحلام الأوركسترالية بعرض موسيقي تنوعت فيه النوتات والرنات. تحقق الحلم وأخيرا تأسيس أوركسترا خاص بالشباب الجزائري ليغطي كل ربع الوطن ويهتم بكل الشباب الجاد والعامل والدارس للموسيقى. في كل بلدان العالم وخاصة البلدان المتقدمة فيه كما يقولوا ان بلون اي ان بلون بي، يعني كاين أوركسترا الوطنية سيمفونية وفي نفس الوقت كاين أوركسترا وطنية للشباب. هذه الفرصة عطت لي جون تاع الجزائر كامل انهم يحقوا الحلم تاعهم. صافي بليزير ما يكونش عندنا اوركاس واحد سيمفونيك، يكون ثاني عندنا اوركاس واحد اخر. عندنا بويسونس وعندنا كلش وان شاء الله تكمل يكمل هذا الاوركاستر ونروحوا بعيد. وللعازف السيمفوني المخضرم قارع عبد الكريم راي في هؤلاء الشباب. يفونسا يعني بحب وكل معنى يسنطاري بي كوما à répéter pendant une semaine et jouer un programme dont un mois on peut pas le faire. هي ليلة فيفالدي، لوبوس وغريغ. هي ليلة الشباب الجزائري عندما يحلم يبدع ويبهر. الآن إلى رحاب جنوبنا الكبير بالتحديد تظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها التي حطت الرحال بتمن رست بنشاطات رياضية فنية وثقافية وخرجات سياحية لفائدة الشباب لاكتشاف الموروث السياحي والتراث المادي واللامادي للمنطقة. متابعة لفاطمة الزهراء بن فرجل. الجزائر في أحضان صحرائها تظاهرة شبانية حطت رحالها في أحضان ولاية تمنرست هذه السنة، وهي مناسبة للترويج للسياحة الداخلية. زيارة ما شاء الله لا بالنسبة للاستقبال ولا بالنسبة للأماكن السياحية هذه. احنا كجمعيات جبنا ولادنا باش تكون هناك احتكاك بين الولايات، ولاية الجنوب ولاية الشمال، ويكتشفوا تضاريس ومناطق بلادنا الخلابة. أنا شخصيا لأول مرة نجي للصحراء والله العظيم راني منبهر. يعني عندنا بلد قرى. التقاط الصور التذكارية والتمعن في شموخ جبل الهجار جانب من أجواء الرحلات المبرمجة والتي يكتشف من خلالها الشباب العديد من المواقع السياحية بهذه الولاية. كما يشوفوا الشباب راه عجبهم الحال، ما شاء الله يتفسحوا، يخرجوا في النهار، يفطروا برا في الهواء الطلق، في الليل دائما عندهم سهرات فنية فولكلورية فيها مشاركة تاع ولايات أخرى غير ولاية تمنرست، وأكيد كاين ولاية تمنرست في السهرات الفنية اللي كل يوم نقوموا بها. هكذا هي الجزائر في أحضان صحرائها، فرصة للاكتشاف والتمتع بأجمل المواقع السياحية في بلادنا. وبأدرار أسدل الستار سهرة أمس على فعالية طبعة 12 للمهرجان الثقافي الوطني لأهليل، وهذا بإحياء سهرة تراثية مميزة بمسرح الهواء الطلق بالمقاطعة الإدارية لتميمون. المتابعة لزهير بطاش. السهرة الختامية لمهرجان أهليل استقطبت جمهورا غفيرا، حيث استمتع بوصلات تراثية تحظى بشهرة كبيرة لدى سكان قرارة والزوار.
على غرار قصائد أي مهما ورسول الله. لغنغ أهل الليل نقارو قاع نقارو قد سلاتين نقارو قمر بطن كما سيدي عثمان سيدي حمد عثمان نقاو يوجان نغتسنا نغ نموداه الليل اختني نموداه الليل كان غانغ داخل قد سلاتين. المهرجان هذا يعني نصفته لليونسكو باش يبان على العالم كامل، ولكن ما تجبر غير في قرارة بالنسبه يعني مثل سوات ولا شي حاجه يعني نسبه التهليل هذا في قرارة. كما تخللت السهره محطه تكريميه للفرق المشاركه وبعض شيوخ اهليل، وكان ابرزها تكريم شيخ الاهليل الراحل مولاي صديق سليمان المعروف بمولاي التيمي نظير جهوده طيله حياته للتعريف بهذا الموروث. هذا التكريم يعني لكثير، وهو في حد ذاته رساله لمواصله هذا المشوار اللي خلاه الوالد الله يرحمه. هناك برعومات للأهليل، هذا دليل على أن هناك خلف سيورث السلف إن شاء الله في هذا التراث. يبقى مهرجان أهليل محطة كبرى للتعريف بهذا الموروث، وكذا فرصة لتوريث هذا الفن اللامادي للأجيال القادمة. دوليا الآن وبفلسطين، يدخل العام الجديد كما بدأ حصار في غزة واستيطان في الضفة ومزيد من المعاناة. مراسلنا وسام أبو زيد. انتهى عام 2018 وهو الأكثر سوءا، هكذا وصفه الفلسطينيون والذين يئنون من وجع الحصار ويتألمون على سلب الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم والذي ما زال يمعن في القتل والتدمير وتهويد المقدسات الإسلامية. أصعب سنة هي مرت علينا، حروب، مر علينا كثير، مرش 2018 وخاصة على قطاع أهل غزة. قطاع غزة قاعد بدوق الويلات والضفة الغربية بدوق النار. فالحصار الإسرائيلي ما زال مستمرا منذ أكثر من 12 عاما، ومعه ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وأدى إلى تردي في الحالة الإنسانية دون أن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة. فيش بني آدم مرتاح في بيته حتى، يعني أنت فيش أصعب من الجوع في العالم كله. الجوع هو هذا سبب كبير، يعني إذا جاع البني آدم ما قدرش يجيب بيت أولاده إيش بده يسوي. عام 2018 لم نلاحظ عليها أي تجديد من الناحية الإيجابية على الشعب الفلسطيني، بل بالعكس زادت المساوئ والصعاب خاصة في أكثر من محور. فالعام الجديد يطل على الشعب الفلسطيني والأمل ما زال يراودهم أن يتحقق حلم العودة ويتحرر الأسرى وتنتهي حقبة الانقسام الفلسطيني بالوحدة الوطنية. الأمل هو المصالحة الفلسطينية لكي نبني عليها جميع القضايا الأخرى في حقوق الإنسان. بنتمنى إن شاء الله 2019 يكون أحسن من هيك، بنتمنى حقوقنا ترجع لنا، يصير لنا الدولة وترجع لنا بلادنا وترجع لنا حقوقنا، هذا يعني أملنا ولازم يصير إن شاء الله. فالفلسطينيون يؤكدون في كل عام أنهم على العهد باقون وفي مسيرة النضال مستمرون، لا تثنيهم المحن عن التمسك بثوابتهم الوطنية إلى أن يتحقق حلم الدولة المستقلة طال الزمن أم قصر. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. فيما يلي طواف دولي مختصر تميزه أنوار العام الجديد، تتابعونه مع خالد ذهبي. عجائب الصين تنحت من الرمل صروحا، تفاصيلها الدقيقة تبعث في النفس انبهارا وحسرة في آن واحد. فجمالها الهش رغم شموخه لا يقوى على الصمود طويلا أمام منطق الطبيعة. وعلى طرف نقيض يقف المبدع هنا. مليون زائر تقريبا يسرون كل شتاء على عدم تفويت تجربة حرارتها تحت الصفر. وفوق الوصف
جمال ملون يضيء مدينة هاربن التي يبعث من جليدها كل عام. الثاني والتسعة عشر يدق أبواب دول قبل غيرها حاملا زخما يكاد لا ينتهي من طقوس احتفائية استمالت كل الحواس. إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. المجلس الدستوري يعلن عن النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبي. مع بداية دخول العام الجديد أزيد من 1700 عائلة تدخل مساكنها الجديدة بولاية سعيدة، وأجواء الفرحة يتقاسمها أكثر من 800 مستفيد بقسنطين. ضمن الحركية الاستثمارية، مصنع الإسمنت بالغواط يوفر طاقة في الإنتاج بطموح نحو التصدير. تابعنا أيضا القاعدة المركزية للوجستيك لصناعة الخرسانة، القلب النابض للمشاريع الكبرى في الجزائر. والجزائر في أحضان صحرائها، فسحة في قلب الجنوب. والواحة الحمراء تودع مهرجان أهليل بانطلاق موسم السياحة الصحراوي. العالم يستقبل السنة الميلادية الجديدة في عدد من العواصم باحتفالات أضاءت كبريات الموت. إذن مشاهدينا الكرام، وعلى مدار السنة كنا معكم نرافق الأحداث ونترصد الأخبار بجهد كبير من صحفيين، فكانت العثرات على درب مهنة المتاعب، انتقينا الطريف منها على حين غفلة وبكل عفوية. أتمنى للجميع سنة مباركة طيبة، كل عام وأنتم بألف خير. نعود واحد آخر. لم يعد خط الحدود هو القاسم المشترك قويا لتقوية العلاقات. واشنطن أيلوك أنت. أسئلة وأخرى تتابعون الإجابة. نعود واحد آخر. خبوا علينا، ما على بالي كايم بس ما شفتش. لها يمنحك مفتاح التقدم والازدهار. هذه هي عنابة. اوفي دقيقه بركه، اتفاقيه شراكه كامله. هو اش قال زكريا ميهوبي؟ شكرا لكم اصدقائي الصغار، سعدت باستضافتكم واستضافتكم لي ايضا في البرنامج. الى اللقاء.